نعم، قلت هذا السؤال من الأحسن أن نجيب عنه صاحبته، لأنه ربما في صاحبته تحتاجه في حاجة. يقول السؤال: امرأة توفي ابنها الوحيد قبل 8 أشهر، ثم توفي زوجها في هذا الشهر، وبقيت لوحدها في البيت، علما أن أقاربها لم يعودوا يزورونها إلا لدقائق معدودات نادرا، ولها بنت متزوجة في إسبانيا على وشك وضعي وعلى وشك الوضع قريبا، وهي في حالة نفسية صعبة، هل يجوز لها أن تنتقل إلى العيش مع ابنتها في إسبانيا وهناك تتم عدة الوفاة من باب الضرورة القصوى والعذر القاهر، خصوصا أن أقارب زوجها يحاولون الآن بيع دار أخيهم لتقاسم حظوظهم منها. هذا فيه جانب فقهي أذكره إن شاء الله لون بعد التوجيه. هذه السيدة الآن توفي زوجها، توفي ابنها الوحيد، ولا شك أنها تحس بمرارة بألم، لأن فراق الولد الوحيد هو مصيبة، هو الموت دائما مصيبة، ولكن امرأة فقدت هذا الولد لا شك أنها تحس بهذا الألم. ثم بعد ذلك ربما كانت مستأنسة بزوجها وفقدت كذلك زوجها، فهذه نسأل الله لها الصبر إن شاء الله والسلوان، وأن يقويها على تحمل هذه المرحلة، لأن مرحلة فعلا صعبة في حياة المرأة وفي حياة أي إنسان. وهي الآن في بيتها، مع ذلك لم تجد من قارب زوجها من يوانسها وأن يكون معها، فهي في بيت، بما أنها تشعر بألم الفراق مضاعفا، لأن الناس إذا كانوا موجودين فهم يجعلونها تنسى، يسرون عنها، ولكن هؤلاء ربما تركوها وهي الآن في البيت وحدها، ولها بنت في دولة أخرى في إسبانيا وتريد أن تنتقل إليها لتعيش معها. إذا كانت هذه المرأة ستنتقل لتعيش معها مع بنتها، أو إذا كانت المرأة تقيم في مكان ولا تجد أن يكون ذلك المكان لا يؤمن لها حياتها، مع أنها توجد في مكان في بعض البوادي يموت الزوج وتكون هي والزوج لها منطقة نائية غير الدار، غير هما بزوج، مات الزوج بقت هي في البادية، هذه لا تستطيع أن تأمن على نفسها، لأن الناس الذين يعلمون أن الزوج مات يمكن يجمعوا عليها في الليل يقولوا هذه عندها الفلوس وأخذ لها كذا وأخذ لها، فلا يوجد من يحميها. هذه يجب عليها أن تنتقل إلى حيث يتم يكون لها الأمن. هذه إذا كانت الآن تشعر بأن الدار ستباع، إن هي أساسا ستخرج، فإذا كانت ستذهب إلى مكان آخر وتقيم فيه فيمكنها أن تذهب وتتم العدة بأحكام العدة، بمعنى تخرج في النهار إذا احتاجت وتعود في الغروب. هذا شأنها، لأن الإسلام لا يمكن أن يكلف الإنسان أكثر من طاقته، ولعلها تجد الأنس مع بنتها وتتناسى شيئا من هذه الأحزان، ثم ليس لها بيت، لأن البيت سيباع، قد يطالب بها هؤلاء الأقارب سيباع، ثم هم الآن أساسا كأنهم اعتبروا بأن هذه الصلة التي كانت بينهم وبين هذه المرأة هي الزوج، والزوج قد توفي، فهم الآن على أعتاب أن يتركوها تماما. إذن يمكنها أن تذهب إلى حيث تعيش ابنتها وتقيم معها، لهذا مكان إقامتها النهائي هو مكان عدتها، مكان عدتها لا بأس بذلك، لأن ما غاديش تمشي هذه لتتجول، أو بل هذا نقلة دار، سوف تخرج من دار وتقيم في دار أخرى. ولكن أنا دائما أقول واحد القضية في قضية ما بعد الوفاة، ما بعد الوفاة دائما يأتي الأقارب بعزم وبإرادة قوية لينفذوا الشرع، يبغوا الشرع، يقول مات السيد احنا هذا شرع، الشرع ديالنا، الشرع ديال الله، خصنا نشوفوا هاد الدار كي نديروا فيها، ومازال السيدة ما كملتش العدة ديالها، معناه أنهم كانوا بعدا من قبل مهيفين وجيعانين ومحتاجين هاد السيد، على الأقل هاد الكلام ينقولوه بعد واحد المدة، هذا مازال عندها جراح، زعما لو أنهم يسكتون الآن ويواسون يكون حرام، يقول لا احنا ما الحق، الشرع هو هذا، خصك تخرجي باش تعطينا، لأن هذه غالبا ما عندهاش الأولاد، الولد مشى
ما عنده مثلا ما عندوش الوارث وعند البنات ربما هما الزوج كان له البيت وهؤلاء البنات لا يحجوا من العاصم معناه أن هكذا على كل حال مع أن هذا فيه نظر فأقول ليس من ضروري أن نتعاملها بهذه الطريقة. في بعض المرات يجي واحد الإنسان يتوفى ما عندوش أولاد عنده بنات عنده الزوجة يجوا الإخوة ديالو ناس كبار وكذا وعندهم مراكز وعندهم أموال فوتوا ديك الجنازة من بعد يقولوا قعدوا لنا نتكلموا على الشرع شو الشرع اللي كتكلموا نبيعوا الدار ونفرقوا كل هيدي حقه هذا الشرع باين إرث باين دخورا قال لنا ما عندوش عنده الثلثين غادي يديهم والثمن غادي يديه ولا تدي الزوجة والباقي خصهم يديهم ولكن ألا تفكرون أنتم في مصير هاتين الفتاتين زعما دوك البنات اللي خلاهم زعما ما علمهمكمش لو احنا ما شغلنا اننا نديو الارث وصافي غلط ما قال الشرع عاصب تعرفوا واش معنى عاصب انه هو اللي يتحمل واللي يعاون على ديك الاسره فلما معنى العصابه اللي احنا نتكلموا عليها الشخص لما يقتل خطا باش تعرفوا معنى العاصب الشخص لما يقتل خطا واحد اخر لابد تجب عليه الديه هذه الدية اسمها شرع دية على العاقلة شنو العاقلة؟ كاع الجماعة ديال التعاون باش تعطي الدية لأنه لا يستطيع أن يؤدي الدية وحده لأنه قتل خطأ هذا معروف فهمتم معنى العاصب؟ العاصب هو إنسان يؤازر يعصب هذه الأسرة يساندها يؤيدها ماشي تهرب وما تجي شيء وتسمح في بنات خوك وتجي تقول نفس الله يخليكم أعطيونا وأرى سيدي نجيبوا هذا الشيء وهذا مسائل تقع جيبوا نشوفوا جيبوا نشوفوا شنو خلى ارا نقسموا الوسايد ارا نقسموا التناجر ارا نقسموا انت علاش دير انت الا يوجد شيء من الفضل بين الناس ما يمكنلكش تقول لهم هذه فتاني نقول لهم كاننا نعطيهم واحد الصوره بان هذه الفتيات يشعروا باللي ما عندهم لا عمومهم ولا شيء حاجه وتبدا عداوه مستمره لا تنتهي فيمكن لك انت تقول لهم هيا الدار مشتركه خليه وقتها تكملوا شي شويه ولا كذا احنا الحمد لله جابنا الله احنا عايشين يمكننا احنا نديروا حاجه اخرى نشريو لكم دار كاع وحده اخرى كاع الا ما خلاش هذا باكم هذا احنا هذا معنى العاصب معنى العم اذا راك عم بالصح ماشي عم ديال تدي غير تدي فعم تأدي فرائض العمومه تقول باننا وهذه وقعت هذه انا مش نقول لكم شي حاجه اللي راها الناس مازال يبكيوا على باهم ويقولوا سي الله يخليك مراو وبقاو يدبزوا على حوايج ديال شخصيه ايوا راه الولد هذاك الله يخليكم راه خلى واحد الكمبيوتر شكون يديه؟ الكمبيوتر الاخر كاتب فيه والاخر داير فيه ولده راه يخدم فيه يدخلوا له في الكمبيوتر ويدخلوا في الطنجره ويدخلوا في المقله ويدخلوا في الفراش ويدخلوا ويدخلوا في الدخول راه ماشي نقول لكم هذا رايته هذا الشيء رايته راي العين لماذا؟ لان الناس يفهمون ان دائما هذا الاثم لصالح نعم يتحق ولكن ايضا فضل مطلوب في الناس اننا لا نكشف سوءات هذه هذا الزوج ديال الفتيات ولا الثلاثه اللي خدنا غادي غدا نخرجوا من الشارع ولا نهم في المكان يمكن لك انت تدبر انك تقول نبيعوا هذه الدار ونشري واحده اخرى ولكن انا غادي نزيد لكم شي حاجه ودي واحد الحل ماشي تقول لك حل لكم انا ننسي لا انا خاطيني ما نعرفكم ما تعرفوني اعطوني الدار ديالي وروحوا الله يهنيك في غادي نمشيو سكنوا في الاوتيل ولا دبروا على راسكم هذه باش نقول لك الى الان تقول بان هذه الاسره الان هي تفكر الان في بيع ماشي يقول هذا حق كي يقول حق شرعي حق ولكن الامهال ايضا احنا حتى في الدين مدين وان كان ذو عسره فالنظره الاسلام دين رحمه فاذا تقول هذه الفتيات مسكينات مازال ما فيها باس نخليهم شويه يبقوا في ديك الدار ويمكن من بعد يتوظفوا ويمكن بعد يترقعوا شي شويه وكذا والدار معروفه بان في نهايتها انها تقسم وتقول لهم لا سيدي انا ما يمكنليش واحد المره استدعيت واحد السيد كانت شي اختو ماتت هو كاع عمره ما شاف هذاك السيد مريضه وكذا خلات شي حاجه غير قلت له قول لخوك انا لغيت واحد السيد قلت له قول لخوك الا ما انت بغيت خليه لامها الوالده ديالها راه حتى هي فقيره قلت له روح وجيب لي الخبر قال لي من جاب لي قال لي ودي تكلمت معاه وقال لي ما يقدش راه مزير هو الله اكبر باش تنحل اختك كي تموت انت تنحل
ما كان عمر ما شافها رمزية المسكين، معناها كان يطلب الله تعالى كي كان يصلي باش تموت اخته باش نحلوا هو المشاكل ديالو. يعني مزير ولا من عمرك ما غتنحل، دائما تبقى مزير، لان هذا المنطق. انا نقول بان الرحمه يجب ان نشيعها في الناس، الرحمه العدل شيء والفضل افضل، ان الله يامر بالعدل والاحسان. العدل هو، ولكن لابد ان نحسن، لابد ان نعطي. انا نقول اذا ما كانتش هذو بنات خوك كاع وجبرت فتيات غادي تلقاو الشارع، ما هما لا بنات خوك ولا بنات عمك. ألا تطالب شرعا بحماية هذه الفتاة؟ ألا تطالب بحال هذه الفتاة؟ المرأة الآن هي ربما ما عندهاش القرابة ديالها، عندها القرابة ديال الزوج تاعها، هي غادي تهرب تمشي عند بنتها لإسبانيا. علاش ما نجبروش القرابة ديالها هنا ويجيوش معاها ويكونوا معاها ويصبروا معاها، يمكن تفوت سنة سنتين على الأقل تلتئم الجراح. هذه مشات لها، مشات فقدت ولدها وفقدت زوجها بعد 8 شهور. ها؟ فلنكن أمة مسلمة. وهذا ما فهم زعما إذا سمحت أنت في هذا الشيء زعما حرام؟ لو قاعد قلت سكت، قلت أنا أعطيكم هذا الشيء في سبيل الله، هذا شيء. لذلك يجب أن نعلم الناس أخلاق الإسلام. وهذا الإنسان يقول لا، الحقوق شرع وكذا وحق الله والشيء كتب الله والله تعالى هو صحيح. كتب لك هذه وأنت بعدا تعرف الصلاة راك تصليها ولا لا؟ والزكاة تخرجها لا، هذيك ماشي حق، هذا الحق اللي عندك اللي صلحتك اللي في مصلحتك. هذا غير نوع من 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 التذرع بالدين والعبث بالدين. ولذلك قلت انا جاوبت الجواب الاول، ولكن قلت هذا توجيه، لانه الاحسن دائما ما يكون الجواب يكون معاه توجيه باش نعرفوا كيفاش نفكروا، لان بعض المرات المجتمع دائما ياخذنا. لاننا نريد ايها الاخوه ان تكون مجتمعاتنا مجتمعات رحمه. ما كانوا الناس يفهموا الدين ديالهم، ما كانوا الناس، وهذا اللي كان في المجتمع ديالنا. كان الرجل اذا توفي اخوه، في بعض المرات كانت عندنا يضم زوجة اخيه الى زوجته، يقول هذا عندنا واحد مصطلح مغربي، يقول فلان اردها، انا رد مرت خوه، امراه مات خوه مات، يقول ما كانش لانه غير رغبه عنده فيها، لا، حتى لا يتشتت. وذلك غالبا في الاسر ما كانت تعتمر بالاسلام، قضية الإرث يخليوها للتالي، والبعض ما يجبر واحد الإرث راه مجدود مازال ما تقسمش، ويجبر ذوك الأولاد يقول لك شكون اللي تكلم هنا؟ عمي، أنا حنا كنا عند عمي، والناس يحترموا العم بحال يحترموا الأب. وهذه الرحمة ديال الإسلام، وهي اللي تعطي المسلم الصورة على أن المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.